كارلوس غوسن، شكرا لقبولك الدعوة ومرحبا بك. لنبدأ بأزمة اليورو، كيف أثرت برأيك على الاقتصاد العالمي؟ أعتقد أن الأزمة ستؤثر على الاقتصاد العالمي ولكن ليس بشكل كبير. صندوق النقد الدولي قام بتخفيض تقديرات نمو الاقتصاد العالمي للسنة المقبلة من 4.5% إلى 3.8%. هذا التراجع يعود أساسا إلى تأثير الأزمة الأوروبية. توقعات مبيعات رينو نيسان تخالف هذا التوجه. هل هي توقعات منطقية أم مفرطة في التفاؤل؟ أعتقد أن صناعة السيارات ستشهد انكماشا في أوروبا في 2012، ولا أحد يمكنه أن يأمل في انتعاش سوق صناعة السيارات في أوروبا، ولكن هذا التراجع في السوق الأوروبية سيقابله انتعاش في الأسواق الأخرى. فالسوق الأمريكية بدأت تتعافى، وكذلك في أمريكا اللاتينية وفي روسيا وحتى في اليابان. لدينا أوضاع غير سارة في أوروبا، ولكن هذا سيعوضه نمو ولو متوسط في أماكن أخرى بالعالم، وبالتالي يمكن أن نحقق أرقاما قياسية لهذه الصناعة بنهاية العام، وقد يكون الأمر كذلك بالنسبة لرينو نيسان. ما هي وضعية العاملين في شركتكم مع تواصل الانكماش في منطقة اليورو؟ لقد اتخذنا إجراءات استباقية للتصدي للتأثيرات السلبية للأزمة في أوروبا. عندما انهار بنك ليمان براذرز شكل ذلك مفاجأة للجميع، ولذلك حدث ما يشبه الفوضى. اليوم لا وجود لأي مفاجآت. فطيلة أشهر طويلة كنا نتابع تطورات الوضع، وبالتالي نحن مستعدون لكل شيء. قمنا بالتخفيض في المخزون ونقوم بالتشجيع على الاستثمار، وكنا حذرين جدا في عمليات التوظيف، وبالتالي لا أعتقد أنكم ستسمعون بأن شركتنا ستتخلص خلى عن بعض العمال. أعدت وضع نيسان على الطريق الصحيح وأنت واحد من كبار رؤساء الشركات المشاركين في هذا المؤتمر. هل لديك أفكار يمكنك أن تشاركهم إياها؟ مهمتنا أن نكون واقعيين وأن نكون واضحين في أفكارنا، لا أن نأتي بأفكار مسبقة. علينا أن نتأكد بأننا نقدم الحلول اللازمة للمشاكل المطروحة، وليس أن نأتي بحلول مستوحاة من تجارب الآخرين أو من التجارب الخاصة، لأنها لا تستجيب للوضعية الجديدة التي قد نواجهها. ما هي أصعب الفترات وأفضلها في حياتك المهنية؟ السنة الأولى التي حققنا فيها أرباحاً مع نيسان عشنا فيها لحظات جميلة ورائعة، لأننا نجحنا وقتئذ في تحقيق نتائج إيجابية بعد 10 سنوات من الصعوبات. في كل مرة نفتتح فيها مصنعاً جديداً في منطقة جديدة، نشعر بفخر شديد لأننا نقوم بتوسيع حدود شركتنا. الأسبوع المقبل رونو ستفتتح مصنعا جديدا في المغرب، وسيشكل هذا حدثا مهما بالنسبة لنا. كما أعلنت نيسان عن فتح مصنع جديد في المكسيك، وسنكون هناك لحضور حفل الافتتاح. اللحظة الصعبة هي تلك التي نعيش فيها نوعا من الخوف وعدم اليقين من الأشياء، حيث نكون مطالبين باتخاذ قرارات ولا نعلم إن كانت إيجابية أم لا. السيارات الكهربائية هي إحدى إنجازات رونو نيسان، وقد جئتم ببعض السيارات لتجربتها هنا في دافوس. الكثير من المستثمرين هنا لديهم استثمارات في قطاع النفط، هل يولون فعلا أهمية للطاقة البديلة؟ الاهتمام يأتي من المستهلكين. نجد تجاوبا كبيرا من طرفهم عندما نفسر لهم مزايا السيارات البيئية التي لا تصدر عنها أي انبعاثات غازية. كما تعلمون استطعنا تسويق 20,000 سيارة من هذا النوع في 2011، ونسعى إلى مضاعفة هذا الرقم في 2012، وأعتقد أن الإقبال على هذه السيارات سيزداد مع مرور الوقت. هل تغادرون دافوس وفي جعبتكم بعض الأفكار التي قد تسعون إلى تطبيقها؟ ما علق بذهني في دافوس هذا العام هو الكم الهائل من التشاؤم عكس العام الماضي، فقد كان الجميع متفائلا. هذه النهاية ليست بالضرورة مبررة، لأن 2011 لم يكن فعلا إيجابيا، ولكن نأمل أن ينتهي 2012 بمزيد من الأمل وأفضل بكثير مما يتصوره البعض هنا. Carlos Ghosn, thank you very much indeed.